السلام عليكم خوتي العزاز، لاباس بخير ان شاء الله تكونوا بخير. هذا فيديو جديد. المهم هاد اللقطه هذه فاش كنت في مراكش دابا عامين هذه، فاش مشيت عيت عند عكوزتي ومشينا لمراكش، ايوا لقيت هاد الناس هزين الفاعي وكلشي وهزيت الفعه، هذه راها الفعه. ايوا المهم الصراحه انا ما كنخافش من الفاع وعزازين عليا الفاع، سبحان الله العظيم. كنت صغيره كنشريهم ديال بلاستيك ديال مهم اللعبات ديالي ديال الفاع وعزازين عليا سبحان الله العظيم، هكاك سبحان الله العظيم ما كنخافش منهم. وهزيتها انتم كتشوفوا كنبوسها. ايوا المهم هي هذيك، ايوا كانت واحد اللقطه ما عرفتش تمحات لي ولا لا، تقلبت عندي هكا الوجهي، حطت وجهها هنا عند وجهي سبحان الله العظيم. هانتوما يمكن هنايا اللي غادي تقلب هكا، وقفت لي داك اللقطه. مهم تقلبات، شوف منين شديتها تقلبات عندي هكا وجهي، حطات راسها حدا وجهي هكا، زعما ما خلعتني ما والو الصراحه. ايوا المهم كما كتشوفوا هنا احنا في الماصي، مشينا تقبينا شوينا داك بسم الله، انا وراجلي هنا ولدي اللي كيصورني. المهم هنا كنهز الماكله ديال المشاش، كنختارو شكون اللي كيعجب المشاش ديالي، واش هذا ولا هذا. ما الهضره بزاف، ودار واحد اغنيه هكا في سميتو خفيفه هكا، وخا يضربها ليا في الكوبيري على داكشي اللي كيشوف. المهم كنهزو الماكله، غنجربهم هذا، عندي ثلاثه قلت غنجرب لهم هذا. هانتوما انا كنتمشى وكنختار كنقول اش غنشري واش انا نشريش. ايوا المهم هي هذيك، انا وراجلي غادي كيقول لي راجلي كيقول لي اش بغيتي تشري، غير كنشوف هذوك لي كيش ما عمرني شريتهم زعما الصراحه، لا بغيتهم غنصاوبهم في الدار. المهم جيت قضيت شغلي اللي كان خصني وكلشي، كما قال التمر عندي كلشي عندي، غير جيت بحال شريت بيدو ديال الزيت، شريت كاغيط ديال الطواليت، شريت رايبي لولدي، شريت مهم بزاف ديال الحوايج هكا كانو خاصين للدار. المهم جيت شتهم. ايوا هي هاديك البنات، هانتوما شريت هذا فلو سميتو دانيت، فلو رديتو مشريتوش. ايوا شريت دانيت، المهم غادي ندير بيه شي بيسكوي، نصوب بيه واحد طورطة زوينة غنشاركها معاكم. ايوا كيف كتشوفو البنات، هانتوما كان هدرت لنا مع ولدي نقول ليه شنو بغيتي تاكل، شنو بغيتي تشري، واشنو هادي واشنو هادي واشنو هادي. ايوا هي هاديك البنات، هانتوما كيما كتشوفو مشيت عند الزيت، هانتوما كنختار اش من زيت عاوتاني اللي غادي ناخد. ايوا اختاريت هادي. المهم هي هاديك البنات، خيركم في داركم العزاز، غير عشت معاكم، خديت الملحة خديت السكر وغادية من هنا وكنشوف، خديت اتاي، ها هو اتاي اللي كنحماق عليه انا ومن صغري كتجيب امي الله يرحمها من ليليا، وهذاك اللي كنستعملو هذا اللي كنبغي انا اتاي كيما مشيت تنديل معايا والله العظيم. انا نشرب شي اتاي اخر ما يكونش هذا سبحان الله والله العظيم. هانتوما منين جايه جاره سميتو داك الشاريو، حاطه فيه الحوايج، ما شريتش بزاف، المهم شويه ديال الحوايج وصافي ماشي شي حاجه. اوكي واه مش خاصني بزاف ديال الحوايج. ونجيب هنا خديت واحد الشطابه، خديت ساني كروا، خديت الاوني هذا، هذاك اللي خديت لي تحت ديال الصابون واعر واعر. مهم خديت هذا كتحيد الشعر هكا ديال المشاش والله العظيم، كي ما نقولش بكم هاد المشاش خرجوا لي على الكسوه، كينعسوا لي على الكسوه كيبقى الشعر ديال تحت كتبقى في الحوايج. ايوا صافي. المهم هي هادي كنقول اش غنشري تاني الميكاج. هانتوما جيت معانا البنات، صافي دزنا السوق، تقضينا من السوق صافي، جبنا السردين وجبنا الشرل،
هو السردين عمرته صوته والشرن عاود صوته كما كان تذكركم عافي الحلا المغرب عمرك شكون طيب الماء الله العادل وهم شوية العزاز كما تذكركم صوت ملحوت وندف هاد اليدين مع البصلة الطرية والرضيع صافي نشوف اش غادي ندير به المهم كما كتشوفوا كيجي رائع والله الا كيجي زوين بزاف هكا كيجي زوين كندير غير الزيت كندير ليه لا الماء لا والو كنقص ليه بقيت النار نهيل وداك البصله كتهبط كامله والله العظيم الا كيجي رائع 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 ايوا الشلاضه اللي كنتكلم عليها زعما ما درتش البصله اليوم درت فيه غير واحد الفلفله حاره قال لك ديري له الفلفله حاره انت ما بغيتي تقلي في الشرن ايوا صافي عادي بغيت نقلي شرن ريت ودن ما بقى والو المغرب عندنا البنات المهم كيما كتشوفوا غنقلي الشرن الاول عاد غادي نقلي السردين نحوس معمر كيجي غنكشفلكم راجلي في الفطور عطيه غير السردين عامر بالقزبور وعطيه ديك الشبيضه اللي وريتكم حاجة اخرى كلوها نتوما والله العظيم كيعجبو السردين بزاف درت واحد البيتزا يا لالا صوري درت واحد البيتزا يا لالا درت واحد البيتزا يا لالا كتحمق والله العظيم ايوا سوزي كانتينا سن ديال العصير هنا 13 ليله بقى صغير عندها 14 عام وطحنت هي الناس انا حساب لي كبيره شفت الحيمه هكاك وحدها باه منيح باه حمت مع الباربه ودرت معاه ربعة الكيسان ديال العنبة ديال الماء حط بيهم الباربه والخيزو عاد نزيد الفرو ديال الليمون صافي مهم هانت على العبود شريتو على ما مدرتوش شريتو على واحد المرأة كتصوبو في السوق نعمرو عادي واحد طريقة سهلة حاجة أخرى ندير معاه غير هاد لادان عليهم ولدي طرهم مع المغرب يومين الجنب رايز كده ما تعاود والو ديري ليا البطبوط تماما ايوا ايوا وزيدنا ديك النتا ديال البطبوط ختم والو ايوا جازها ايوا ختمينو ايوا زيت البطاط ختمينو تبعتهم دبيضات تاعي ختمينو 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 هانتوما كيما كتشوفو كنوجد كتصاغ كل البطبوط هانتوما فيديو ويا خو اتغويدي وقع نوصف ديال التوصيل تاع رمضان شنو حرم صغيو دايا كما كتشوفوا قزره في سن لادان صافي قال لي كندور قمه والله البنات صافي قال لي كندور قمه ايوا كشفنيش كنتي رائع دار بلادان دار خو على الصين غما نيشان ورا في عام خاصو باش هكا كيبغي طريقه ولا دابا ميتني لي داك والله ما سالني يمكن جاب لي هذا كيف تصيل لا هو كيف بغى ايوا راه جاي غير حتى لي غير السردين عامر شاحنا سلاطة وقال لك انا ساهم والله العظيم حسن الكارندان هانتوما كيفاش كنعمر البنات المهم هانتوما كيجيو عامر هذه هي الطريقة البنات راه ما درت لا ما لا والو هاد الدغيز كي راح الدرع ما والما ديال الدرهم ما راه دورو ماشي تدورو غادي تشربو وغادي كنعمر فيهم هانتوما كتشوفو كي راه باتيدا شفت لي يا ولدي تما حدايا ما تعمرهمش بزاف ماما غير شويه انا راه فين وصلت يا المشاهدين كما يتغيك الحسن والله العظيم يا ولينا كنحسوا هذيك ديال الثمانية البيضة كيعملوا الفرع مليون ديال البصلة صافي ها قاسم قال لي راه غدا شداك اخويا ديرها قديم ايوا الله يتفرجوا فيها وصافي قال لي تما تضيع هانتوما الحوت وعندو بالون انا مزاج هانتوما الحوت
الفريناج شوال هاد جاء ما لعبوه يعني نتوما ولاو مزيان تكون مكرملين الشرم بهم هاد الصافي صافي قرا هانتوما هانتوما يا الحداقات لاله هاد الشيء خرجت العجاج والله العظيم الا خرجت كتحمق هانتوما طون طون عايزين نديرها بحال طون كتحمق البنات ولا كتحمق ايوا عادي خدمة تاعكم ها التميرات ها التميرات قلتي بدي قداش ديال التمر الشبايكية ما تشوفش من تما حتى وحدة كلشي كتحمق ولادي تبارك الله ما نقولش لكم يلا باي باي.